الفكرة كلها إن إحنا إن نقل المواطنين الفلسطينيين من القطاع إلى سيناء ببساطة خالص ده عبارة عن إن إحنا بننقل فكرة المقاومة، فكرة القتال من قطاع غزة إلى سيناء، وبالتالي تصبح سيناء قاعدة للانطلاق بعمليات ضد إسرائيل. وفي الحالة دي هيبقى من حق إسرائيل الدفاع عن نفسها وعن أمنها القومي. تقوم النهاردة في إطار رد فعلها تقوم تتعامل مع مصر على إن هي وتقوم بتوجيه ضربات للأراضي المصرية. مصر دولة كبيرة حرصت على السلام بإخلاص، وبالتالي محتاجين إن كلنا نساهم في إن الاستثمار الكبير اللي عملناه في هذا السلام لا يتم تبديده بفكرة غير قابلة للتنفيذ. إذا كان هناك فكرة للتهجير توجد صحراء النقب في إسرائيل، ممكن أوي يتم نقل الفلسطينيين لحتى تنتهي إسرائيل من مهمتها المعلنة في تصفية المقاومة أو الجماعات المسلحة في حماس والجهاد الإسلامي وغيره في القطاع، ثم بعد كده تبقى ترجعهم إذا شاءت. لكن نقلهم إلى مصر العملية العسكرية دي ممكن تستمر سنوات، وهي عملية فضفاضة. أقول لسه ما خلصناش الإرهاب، لسه ما انتهناش من المهمة، وتتحمل مصر تبعات هذا الأمر، وتتحول سيناء إلى قاعدة للانطلاق بعمليات إرهابية ضد إسرائيل، ونتحمل إحنا في مصر مسؤولية ذلك، ويبقى السلام اللي إحنا عملناه كله بيتلاشى من إيدينا في إطار فكرة لتصفية القضية الفلسطينية. إن استمرار العمليات العسكرية الحالية سيكون له تداعيات أمنية وإنسانية يمكن أن تخرج عن السيطرة، بل تنذر بخطورة توسيع رقعة الصراع في حالة عدم تضافر جهود كافة الأطراف الدولية والإقليمية للوقف الفوري للتصعيد الحالي. لقد تناولت وفخامة المستشار شولتز الجهود المصرية من أجل احتواء الأزمة من خلال اتصالاتنا المكثفة مع طرفي الصراع وكافة الأطراف الدولية والإقليمية على مدار الأيام الماضية، واتفقنا في الرؤى حول الحاجة الضرورية لعودة مسار التهدئة وفتح آفاق جديدة للتسوية من أجل تجنب انزلاق المنطقة إلى حلقة مفرغة من العنف وتعريض حياة المدنيين للمزيد من الخطر. أكدت كذلك ضرورة التعامل مع القضية الفلسطينية بمنظور شامل ومتكامل يضمن حقوق الفلسطينيين بإقامة دولتهم المستقلة على حدود يونيو 67 وعاصمتها القدس الشرقية. طبعا كلنا بنتابع دقيقة بدقيقة، كلنا على السوشيال ميديا أو كلنا قدام قنوات الإخبارية بنتابع لحظة بلحظة الوحشية الإسرائيلية وتوغل القوات الإسرائيلية واجتياحهم لكل ما هو موجود على
أرض غزة، بنى تحتية، مستشفيات. وامبارح طبعا كنا أكيد كلنا اللي بيتابع سمع التهديد بقصف مستشفى القدس والشفاء، وده يعني المستشفى الوحيد اللي موجود دلوقتي، وهيبقى كارثة في حالة قصفه، لأنه في آلاف من العزل الفلسطينيين بيختبئوا فيه. وطبعا زي ما احنا شايفين في النصف الثاني من الشاشة، قصف حالي وآني الآن لغزة، لأن القصف لا يتوقف والحرب على غزة لا تتوقف، حرب بلا هوادة، حرب إبادة بالفعل جماعية، يعني اجتياح للقوات والصفاف لآلاف من القوات الإسرائيلية على طول الحدود والدبابات الإسرائيلية. الخبراء العسكريين طبعا بيتكلموا انه ليس اجتياح بري كما كان متوقع، لان الاجتياح البري له مخاطره وله كثير من العواقب، حذرتهم منه القوات الامريكية اللي موجودة دلوقتي بالفعل كلها في غزة. احنا دلوقتي اللي متابع برضو هيلاقي ان يعني الولايات المتحدة الامريكية كلها على أرض غزة بقوتها، طبعا بحملات الطائرات الاثنين والأكبر في العالم، جيرارد فورد وكل القادة والقادة ومن القوات الخاصة الأمريكية، وطبعا الخبراء الاستراتيجيين الأمريكيين اللي هم بيدوا كمان معلومات استخباراتية وعسكرية للقوات الإسرائيلية، يعني دعم لوجستي، دعم بكل الطرق 100%. خلينا نتكلم أكتر وتفاصيل أكتر مع دكتور نجلاء مرعي، أستاذ العلوم السياسية جامعة القاهرة. صباح الخير دكتور. صباح النور يا فندم وعلى السادة المشاهدين جميعا. يعني الوضع صعب وقاسي بكل الأحوال على العزل المدنيين طبعا من شعب غزة. العملية العسكرية دلوقتي هي لم تكن الاجتياح البري الذي كان متوقع، بل هي يعني ربما يعني يطلق عليها البعض توغل محدود. نعم. فحضرتك شايفة ده. طيب. إزاي؟ بداية أنا عايزة أبدي بعض الملاحظات منذ التوسع العسكري أو التوغل كما أطلقت حضرتك عليه، أو بعض الخبراء. نعم، ولكن هو توسع من كما يطلق عليه عمليات نوعية أو عمليات جراحية. تمام. ده اللي كانت واشنطن تريده. بعض الملاحظات، أولها كان بدأ منذ بس دي عمليات جراحية استئصالية يعني. نعم. منذ البدء في ليل يوم الجمعة الماضي وبدأنا نشهد إصرار على التوسع العسكري وإبداء الرغبة الإسرائيلية في التوغل أو التوسع للعمليات العسكرية. كانت صعبة جدا يوم 27. نعم. يوم ليلة الجمعة على أهل غزة بالفعل، ولكن لم تنجح إسرائيل حتى الآن في تحقيق أهدافها، وده يرجع لسببين. أول سبب إنها طرحت فكرة فضفاضة، بمعنى إن هي وسعت من سقف طموحاتها. كانت بالفعل محددة أهدافها للعملية العسكرية، مجرد إنها تسترد هيبتها أعلنت صراحة كلمة فضفاضة أو مجمل فضفاضي، القضاء على حماس. ونحن نعلم هناك فرق ما بين كتائب القسام كالجناح العسكري لحماس، وبين حركة حماس كحركة اجتماعية وسياسية داخل النسيج الفلسطيني. فهل تعني انها تريد القضاء على الفلسطينيين؟ طبعا هذا الهدف اللي رفعت فيه سقف طموحاتها اليه لم تصبو اليه. نقطه اخرى كانت سبب في عدم نجاح اسرائيل حتى الان في تحقيق اهدافها رغبه واشنطن، وفي مقال مهم تم نشره على واشنطن بوست تتحدث ان واشنطن لا تريد الاجتياح البري لعواقبه الوخيمه كما ذكرتي حضرتك في مقدمتك في المقدمه القيمه التي طرحتيها، وابتدت يتحدث عن عمليات نوعية أو توسع عسكري محدود، لأنها واشنطن لا تريد الدخول في توسيع دائرة الصراع، وخاصة نحن نتحدث عن مواجهة إقليمية مع إيران وسوريا والعراق واليمن. نقطة أخرى، هناك انقسام داخل المجتمع الإسرائيلي لا نغفل ذلك، لأن هناك فوضى في الحكومة حتى ما بين رئيس الوزراء والوزير الدفاع الإسرائيلي. دي نقطة أخرى. هناك ضغط شعبي على بنيامين نتنياهو من قبل أهل الرهائن، وبدأ الحديث على الضغط على بنيامين نتنياهو والموافقة على صفقة الكل مقابل الكل. تفتكر يا دكتور ان دي فعلا ممكن تكون صفقة رابحة لحماس، ولا يعني الضغط ده ممكن لا يؤتي ثماره مع
حكومة إسرائيل حكومة الحرب الحالية، أنه بالفعل الكل أمام عدد الرهائن اللي هم 235 تقريبا حسب نعم. آخر الإحصائيات. في الحقيقة هذه الصفقة ستكون مربحة للطرفين طبعا، لإسرائيل بالدرجة الأولى لأنها تعلم جيدا خطورة الاجتياح البري، بالرغم من المستشارين الأمريكيين جيمس جيلين الموجود على قائمة المستشارين الأمريكان اللي هو قائد طبعا يعني معركة الفلوجة في العراق، وجود الحاملات والطائرات وزي ما بنقول العسكرة الأمريكية في بحر في الشرق المتوسط. دي صفقة ستربح منها إسرائيل لأنها تعلم جيدا خطورة الاجتياح البري، الضغط على إسرائيل من الداخل والفوضى الحكومية. وهنا لما بتكلم على الفوضى الحكومية بتحدث عن الجيش والمجتمع المدني اللي بدأ الحديث يكون هناك انقسام داخلي حتى في وسائل الإعلام الغربية بدأنا نشهد حالة من الانقسام أو انقسام الثقة بين المجتمع القادة السياسيين في المجتمعات الغربية وبين الرأي العام الغربي العام. كل دوت بالظبط من خلال المظاهرات اللي دلوقتي بتناهض نعم. يعني الاجتياح الإسرائيلي ويعني تدعم الفلسطينيين في غزة، فقد الثقة الكبير بين المجتمع الإسرائيلي والحكومة الإسرائيلية، فستكون صفقة مربحة لإسرائيل وأيضا لحماس، لأن هو واحد من أهم أهدافها طبعا تبييض كما أطلق تبييض السجون الإسرائيلية من الفلسطينيين. وهناك خبر عاجل بأن هناك تم إطلاق 30 صاروخ من قطاع غزة تجاه مستوطنات في غزة، ويعني إطلاق الصواريخ دي هل هي يعني إلى حد ما بتكون تفتكري هي ذريعة فقط لقوات الاحتلال، ولكنها بحس إن هي مش يعني مش بذات القوة دكتور، ولا حضرتك بتشوفي ده ازاي يعني؟ على المستوى الميداني، وعلى نفرق بين المستوى الميداني اللي هي لم يعني هي بتحقق أهداف قد تكون مهمة ولكن ليس على المستوى المرغوب، ولكن هناك أهداف سياسية عسكرية. على المستوى العسكري هي بتحقق بعض الأهداف وقدرت ان هي تشتت الجيش الإسرائيلي، قدرت ان هي تفقد الثقة ما بين القادة ووزراء الدفاع الإسرائيليين والمخابرات وبين حتى الرأي العام داخل المجتمع الإسرائيلي. هناك كان فشل ذريع في التنبؤ طبعا بطوفان الأقصى أو عملية طوفان الأقصى، هناك كان إخفاق كبير في الصد لهذا يعني العملية المهمة الفلسطينية كمقاومة. فإذا بدأ هذه العمليات اللي احنا شايفينها من الخارج ان هي عمليات نوعية صغيرة، بل هي بتحدث فارق كبير داخل المجتمع الإسرائيلي، بالدليل ان اهالي الرهائن عقدوا اجتماع بعد يعني مجلسهم او اجتماعهم مع بنيامين نتنياهو وهو يؤكد عدم الثقة فيه، ابتدى يتحدثوا ببيان مشترك وبيان خارج الحكومة بالرغبة في الصفقة زي ما قلت حضرتك، الكل مقابل الجميع مقابل الجميع، لأنهم لا يثقوا في نتنياهو نفسه. دي فعلا هتبقى صفقة يعني تاريخية لحماس نعم. لو تم بالفعل التوافق عليها، لأنها يعني تفضي ب يعني إخلاء جميع السجون نعم. الإسرائيلية من كل المعتقلين، ودي حاجة هتبقى طبعا سابقة حتى التاريخ. العملية العسكرية التي تعلن عليها إسرائيل الآن هي هدفها ليس تحقيق أي نصر عسكري نعم. بل هي هدفها الأساسي تحسين الصفقة. ده كان سؤال دكتور وهو نعم. بالضبط دلوقتي طبعا كانت آخر تصريحات نتنياهو وحكومة الحرب بالأمس أنه الحرب ربما تستمر شهر أو عام كامل نعم. وده طبعا كل ما طال أمد الصراع كل ما طال بقاء نتنياهو، وتجنب الآن محاكمته على الإخفاق وهو وجهاز الاستخبارات الخاص بإسرائيل. طيب يعني دلوقتي احنا لحد النهاردة بتتكلم كل المراجع الاستراتيجية والعسكرية انه تم اطلاق ما يعادل نصف قنبلة ذرية على غزة نعم. في العشر ايام الاولى، يعني احنا بنتكلم في هيروشيما وناجازاكي جديدة نعم. على ارض غزة نعم. في الحقيقة ان احنا بنقول فعلا ان العملية العسكرية الحالية لم تهدف الى لم يكن لها متوقع ان هي يعني تتحول الى اجتياح بري، وبالدليل ابتدى الحديث عن ان العملية ستطول، ابتدى الحديث ان العملية ستكون على مراحل، انها مرحلية وليست
يعني عملية واحدة، وهذا بيؤكد الإخفاق الإسرائيلي في تحقيق أهدافها. هذه العملية هدفها الأول من وجهة نظري تحسين الصفقة لو تحسين شروط الصفقة التي تجرى حاليا في طبعا من وراء الكواليس، الصفقة الرهائن ما بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية، دي نقطة. في حتى نتنياهو وصفته بعض أعضاء الكنيسة بالجبن، بين قوسين بالجبن، لأنه لا يريد الاجتياح البري لرغبته في البقاء في السلطة، لأنه يعلم جيدا المحاسبة له، وده اللي بدأ الحديث عنه، كثر الحديث عنه مؤخرا، محاسبة نتنياهو نتيجة إخفاقه في الحكومة الحالية، لذا يريد تطويل العملية العسكرية، وبدأ الحديث عن أنها مرحلية، أنها ستطول، قد تكون شهر، قد تكون شهرين. بدأ الداخل الإسرائيلي يتحدث أين الهدف الأساسي من العملية، لا يوجد هدف رئيسي تم التركيز عليه. طيب دكتور اسمح لنا بس ننوه على العاجل، الأخبار العاجلة وتجدد القصف لإسرائيل على قطاع غزة وسقوط 3 شهداء وعشرات الإصابات في غارات إسرائيلية في مخيم جباليا شمال القطاع، وبالطبع يعني أكيد إطلاق الصواريخ من غزة هيقابلوا الكثير من الغارات ومضاعفة الغارات من الجانب الإسرائيلي وسقوط المزيد من الشهداء الفلسطينيين. يعني السيناريو المقترح لمستقبل هذا التوغل، هذه العملية العسكرية وتوسع العملية العسكرية الموسعة الحالية من وجهة نظرك دكتور ممكن يكون نعم سؤال مهم، لأن احنا لازم لا نغفل محدد رئيسي في هذه الأيام، وهو أنه مع اتساع دائرة العنف واستهداف المدنيين والأبرياء وسياسة طبعا التهجير القصر اللي احنا بنشهدها، بدأ يكون هناك انعدام للثقة أو تفكيك للإعلام الغربي نفسه، وابتدى يكون هناك في فوضى أو في انقسام ما بين الرأي العام الغربي والإعلام الغربي الذي انحاز في منذ البداية مع إسرائيل، وطبعا القادة السياسيين. لذا هناك فرص للضغط من قبل هذا الإعلام والرأي العام، فرص للضغط على القادة السياسيين في الدول الغربية لأن يكون طبعا موقفهم أكثر توازنا، ودي نقطة مهمة. ده في السياسة الخارجية دكتور وحضرتك طبعا في بوليتيكال ساينس وعلوم سياسية، دي حاجة بتدرس أن الرأي العام أحيانا بيكون ضاغط كبير جدا ويمثل بالطبع يعني ضغط كبير جدا على السياسة وعلى صناع القرار. يعني نفتكر ممكن ونرجع كده فلاش باك ذاكرة كلينتون وأيام البوسنة، ورغم أنه ما كانش عنده مصالح يعني محددة من إيقاف الوقف القتال هناك، ولكن استجاب للرأي العام. ويعني ده ممكن إلى حد ما يكون أنا دايما يعني دايما بنقول زي ما حضرتك أشرتي في العلوم السياسية أن الرأي العام قد يشكل عامل ضغط على الرأي القرار السياسي أو القرار للدولة، وده اللي احنا شفناه في العديد من العواصم الأوروبية ابتدت يعني يكون تغير لغتها، وده اللي شفناه في ضمن التحركات العربية في الجمعية العامة اللي اتخذت قرار مؤخرا بطبعا إيصال المساعدات ووقف الفوري للعنف والتصعيد. ده شفناه أن قدرت الدول العربية أن هي تفكك الموقف الأوروبي، حتى كل الدول الأوروبية امتنعت عن التصويت بما فيها ألمانيا، رغم أنه أولا قرارات الجمعية العامة غير ملزمة دكتور، دي حاجة. حاجة تانية أنه طبعا السفير الإسرائيلي وممثل إسرائيل في الجمعية العامة طالب بعدم وقف الإمداد ووقف الإمدادات الأموال للجمعية العامة، وطالب بالعكس كمان بإقالة الأمين العام للأمم المتحدة جوتيريش، لأنه قال أن عملية 7 أكتوبر لم تأتي من فراغ، فهو قال أنه بيدعم بذلك الإرهاب. نعم، هو بالفعل قرارات الجمعية العامة غير ملزمة، ولكنها تحقيق نصر دبلوماسي قانوني أخلاقي. لا ننسى ذلك، وقد يشكل قد يكون مقدمة لبعض الخطوات القادمة التي تتعلق بوقف إطلاق النار. قدرت الدول العربية حتى تعمل على تفكيك الموقف الأوروبي، وده شيء مهم وشيء ملموس أو نجاح ملموس يمكن التعويل عليه مستقبلا. نقطة أخرى، عندما هناك تهديدات مباشرة بتوسيع دائرة الصراع، وهو ما تخشى منه واشنطن طبعا من خلال طبعا تهديدات إيران ثم سوريا والعراق واليمن،
لم يكون هناك أي تقدم ملموس على إسرائيل إلا إذا تم تهديد للمصالح الإقليمية أو مصالح الإقليمية للغربية، وهنا بذكر أمريكا بالذات في منطقة الشرق الأوسط. بس مع إيران يعني يا دكتور والتحفظات، يعني إيران تخرج كل شوية بتصريحات كده، نعم. لكنها يعني من بعيد ولا تشتبك ولن تشتبك، وكان في من كام يوم يعني فك لتجميد مبلغ كبير لإيران، نعم. لدى الولايات المتحدة الأمريكية، فهناك مصالح متبادلة ومولأة وموأمات سياسية بين إيران وإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، نعم. فيعني لكن بنتكلم ولكن في عن في يوجد استقطاب دولي في سوريا، روسيا والصين، هناك استقطاب دولي، وده اللي ساعد على فكرة الدول العربية في اتخاذ بعض المواقف الجدية للتأكيد على الثوابت العربية والفلسطينية بإقامة الدولة الفلسطينية على تراب الأرض الفلسطينية. الموقف العربي موقف يحترم بقيادة مصر، وده نعم. اللي بتشيد به كل دول العالم وكل الصحف الأجنبية، منها فورين بوليسي وواشنطن بوست، بأنه لا سلام في الشرق الأوسط دون مصر، نعم. وده الدور المحوري الكبير الحيوي اللي بتلعبه مصر الحقيقة في يعني وقف إطلاق النار، نعم. وإيصال المساعدات، وده اللي بالفعل نجحت فيه مصر، إن شاء الله يا رب يعني تنجح كمان إن شاء الله جهودها في وقف إطلاق النار ويعني إنقاذ العزل، نعم. أشقائنا في غزة. دكتور نجلاء مرعي، أستاذ العلوم السياسية جامعة القاهرة، مشكورك جدا. شكرا يا فندم. شكرا. كل شكر لكم أيضا مشاهدينا على طيب المتابعة، ابقوا دائما معنا وابقوا دائما على صحة، تحياتي.